الرحمن الرحيم. بالأمس نزل نظام الآيباد او اس 16.1، واللي جاء بنفس المميزات اللي موجودة على نظام الآيفون اللي صار له أكثر من شهر. في فيديو على قناتي في اليوتيوب اسمه أهم ميزة وإضافة جديدة في نظام الآي او اس 16 مدتها أكثر من ساعة وربع، فهذه المميزات كلها موجودة في الآيباد، لكن في حاجتين تختلف في الآيباد. الحاجة الأولى أنه ما فيه ويدجت على اللوك سكرين أو على شاشة القفل. الحاجة الثانية أنهم أضافوا تطبيق للطقس، وبصراحة التطبيق جميل لاستعراض المدن المختلفة، لكن باقي المميزات هي تقريبا نفسها اللي شرحتها في هذا الفيديو. فهذا نظام الآيباد او اس 16.1، فلو دخلت على عام وبعدين حول وبعدين اصدار الآيباد او اس، فهنا راح يظهر لك رقم 16، لكن لما تدخل هنا فراح يظهر لك انه 16.1، والاربع ارقام هي البيلد نمبر، هي نفس اللي موجودة على الآيفون. لكن اضافوا له ايضا ميزة هي ستيج مانجر، واللي راح اتكلم عنها بالتفصيل في هذا الفيديو. فميزة التحكم بالنوافذ موجودة على الآيباد برو 2018 وأحدث، موجودة على الآيباد إير الإصدار الأخير، لكن ما هي موجودة على الآيباد ميني ولا على أي آيبادات العادية. فهي موجودة على الآيباد إير الإصدار الأخير، الآيباد برو من 2018 وأحدث. تقدر أنك تفعلها، تروح إلى مركز التحكم، فالآن راح يظهر لك خيار منظم الواجهة. تقدر أنك أنت تختار مثلا، لو ما كان ظاهر عندك راح يظهر لك هنا علامة الزائد تضيفها، فالآن انضاف إلى مركز التحكم. تقدر الآن تروح إلى مركز التحكم وتفعل هذا الخيار، فالآن راح تظهر لك التطبيقات، آخر أربع تطبيقات أنت فتحتها، وفي التطبيق اللي أنت فاتحه حاليا. فعلى سبيل المثال الآن تقدر أنك أنت تخليه بكامل الشاشة، تقدر أنك أنت تصغر حجمه، وتقدر أنك أنت تضغط على ثلاث نقاط هنا وتخليه ملء الشاشة، أو تختار إضافة نافذة أخرى عشان تضيف تطبيق ثاني. على سبيل المثال هنا بضيف التطبيق هذا، وتقدر أيضا أنك أنت تختار تصغير وراح يتصغر لك هنا، وتقدر تختار هنا إغلاق وراح يقفل لك التطبيق. فعلى سبيل المثال لو حبيت أني أنا الآن على نافذة من النوافذ هذه وحبيت أني أفتح تطبيق ثاني، فأقدر أختار من ضمن التطبيقات اللي موجودة هنا، أقدر أفتح أي تطبيق موجود هنا على الجهة اليمين أو الجهة اليسار بحسب لغة جهازك. أقدر أني أفتح أي تطبيق موجود في الدوك على سبيل المثال هنا، أقدر أني أفتحه، أفتح تطبيق ثاني، أو أقدر أني مثلا أجي هنا أرجع إلى الشاشة الرئيسية وأفتح أي تطبيق موجود هنا على سبيل المثال، هنا تطبيق مثلا بريتش إيرويز، فالآن فتحته، وأقدر أن يضغط أيضا على مكتبة التطبيقات وأفتح أي تطبيق موجود مثل هذا التطبيق وراح يفتحه لي. فهذه الطرق المختلفة لفتح التطبيقات وانت مفعل وضعية ستيج مانجر. الحاجة اللي عجبتني أكثر شيء في ستيج مانجر أنك أنت تقدر تفتح أكثر من نافذة بحد أقصى أربع نوافذ. فعلى سبيل المثال الآن أقدر أني أسحب التطبيق هذا وأحطه بالشكل هذا، أقدر أني أسحب تطبيق الأبل تي في وأحطه بالشكل هذا، فالآن أقدر أني أفتح ثلاث تطبيقات زي ما تشوفون بكامل الشاشة بالشكل هذا. ومجرد أني أسحب من اليمين فأرجع مثلا هنا بفتح الإعدادات، فراح يظهر لي هنا كل التطبيقات. فأنا أقدر أجمع أربع تطبيقات. على سبيل المثال أقدر أني أسحب تطبيق البريتش إيرويز الآن وأخليه، فالآن أنا عندي أربع تطبيقات ممكن أني أنا أتنقل ما بينها بالشكل زي ما احنا شايفين الآن، وأقدر أني أرجع لأي تطبيق بهذه الطريقة. فأنا هنا عندي أربعة، أقدر أضيف على كل واحد أربع تطبيقات، فأقدر أني أخلي عندي 16 تطبيق أقدر أني أوصلهم بكل سهولة، بالإضافة إلى التطبيقات اللي موجودة في الدوك. ولو حبيت أنك أنت تقفل أي تطبيق في عندك طريقتين. الطريقة الأولى أنك تيجي تضغط على ثلاث نقاط اللي موجودة هنا وتختار إغلاق، فالآن خلاص التطبيق تقفل. فعلى سبيل المثال لو جيت رجعت للسفاري فراح يفتح لي النافذة الجديدة وهذاك التطبيق خلاص تقفل. أقدر أيضا أني أقفل التطبيق بطريقة ثانية. فعلى سبيل المثال لو رحت الآن إلى اللي هو متصفح التطبيقات، فعلى سبيل المثال هنا فاتح أكثر من تطبيق، من بينها تطبيق الطقس، أقدر أني أسحب على فوق فراح يقفل معي، أقدر أسحب التطبيق الثاني كذا وراح يقفل معي، والآن بقي معي تطبيقين. فتقدر أنك تتقفل التطبيقات عن طريق متصفح التطبيقات أو عن طريق زر الإغلاق. من الأشياء أيضا الحلوة في ستيج مانجر أنك أنت تقدر تفتح أكثر من نافذة لنفس التطبيق. على سبيل المثال هنا في عندنا السفاري بأربعة تابز مفتوحة، أقدر مثلا هنا أجي أسحبها بالشكل هذا، فالآن أضفت نافذة جديدة لنفس التطبيق. أقدر نفس الشيء هنا أني أجي أسحبها بالشكل هذا، فالآن أضفت نافذة ثالثة لنفس التطبيق، وأقدر أني أجي أتحكم فيها بالشكل هذا، فالآن أصبحت عندي ثلاث نوافذ، وأقدر أني أضيف أربع نوافذ يعني بحد أقصى في ستيج مانجر.
فلو كنت مثلا تشتغل على اكثر من ملف وورد او اكثر من ملف اكسل، او كان التطبيق يدعم تعدد النوافذ، فهذه الطريقه راح تفيدك، مثل الملاحظات يدعمها، السفاري تدعمها، وغيرها من التطبيقات. ولو حبيت انك انت تقفل النوافذ اللي انت فاتحها، نفس الطريقه، تضغط هنا على 3 نقاط، تختار اغلاق، فالان تقفلت معك النافذه. تقدر ايضا تروح الى ستيج مانجر، او عفوا الى متصفح التطبيقات، وتسحب النافذه الى الاعلى، فبالتالي راح تقدر تقفل النوافذ اللي مفتوحة لنفس التطبيق. وطبعا نفس الشيء تقدر تنقل بين التطبيقات بالشكل اللي احنا شايفينه الآن، وتختار ما من ضمن التطبيقات اللي انت فاتحها، سواء كانت على الجنب او موجودة في الدوك او موجودة في مكتبة التطبيقات. فرأيي في هذه الميزة انه ميزة كويسة للناس اللي يستخدمون الآيباد ككمبيوتر، لكن حتى الآن التحكم بالنوافذ في الماك او ويندوز افضل بكثير، لكنها خطوة في الطريق الصحيح ممكن في بعض الناس حاليا، لكنها حتى الآن ما هي مثل سهولة الكمبيوتر. هل فيها إعدادات تقدر تتحكم فيها؟ نعم، فعلى سبيل المثال الآن لو أنا جيت فتحتها، فهنا راح يظهر لي الدوك، وهنا راح يظهر لي متصفح التطبيقات اللي هو الشريط الجانبي هنا. فلو رحت إلى مركز التحكم الآن ورحت إلى ستيج مانجر، لو استمرت بالضغط عليه تقدر أنك أنت تقفل منظم الواجهة، فبالتالي راح تقفل معك ستيج مانجر، وترجع تستخدم الآيباد زي ما تعودنا عليه من أول ما طلع الآيباد. تقدر انك تتقفل الدوك، او تقدر انك تتقفل التطبيقات الجانبيه، فاللي يناسبك تقدر انك انت تختارها، او تختار ايقاف منظم الواجهه وكذا رجع مثلا هنا السفاري كنافذه واحده، ما تقدر انك تضيف تطبيقين، وبالطريقه اللي تعودنا عليها في الايباد من زمان. فهذا كل ما يتعلق بستيج مانجر. ما ودي اطول عليكم، يعطيكم الف عافيه، واكتبوا لو كان عندكم اي سؤال. نشوفكم ان شاء الله مع فيديو قادم.